السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل إلى درس آثار السلام. عندنا ننتقل إلى حل الأسئلة كما تعودنا. النشاط البنائي، وضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم، ثم بين كيف يؤدي إفشاء السلام إلى أن يحب الناس بعضهم بعضا. طبعا هذا يشير إلى أهمية السلام بين المسلمين، وكذلك السلام يؤدي إلى المحبة والتعاون بين المسلمين. هنا ضع صح أمام الحرف الدال على الإجابة الصحيحة. عندنا ما المقصود بآثار السلام؟ وهي ما يتحقق في ظل وجود السلام. عندنا وضح مثالين على آثار السلام على الفرد. طبعا يطمئن الإنسان على نفسه وماله، ويحقق رسالته في الحياة من عبادة وعمارة الأرض. عندنا أيضا ناقش بين آثار السلام على المجتمع والشعوب. طبعا السلام للمجتمع يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكافل المجتمع ومحبة المجتمع وأفراد الوطن. طبعا بعد ذلك يفشى السلام بينهم. رابعا استشهد بأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة على آثار السلام على الفرد والمجتمع. عندنا هنا مثال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يايتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. طبعا هي هنا إلى نهاية الآية. كذلك عندنا هنا اكتب مقالا في حدود نصف صفحة تدعو إلى الأمم في الإسلام. طبعا هنا نكتب تعريف السلام ونكتب أهمية السلام في صفحة. وهنا أقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثامن لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم.